السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد انفجار القولون عند الفنان نضال الشافعي، رسالة من الفنان احمد زاهر ليه وتطورات حالته الصحية، وكمان الفنانة منة فضالي بتتكلم عن الحالة والوضع اللي زوجته فيه حاليا، تفاصيل كتيرة قوي. خلينا ندعي له ربنا يكمل شفاه على خير ونصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام. الفنان احمد زاهر ساند صديقه الفنان نضال الشافعي، طبعا الكلام ده بعد تعرضه لازمه صحيه، اجراء يعني الازمه بصراحه كانت صعبه جدا، وناس كتير تعاطفت معاه لان هو ما كانش عنده اي حاجه، هو كل الحكايه مشاده كلاميه وعصبيه زياده بعد العمل ادت لانفجار القولون، وللاسف قعد في العمليات 4 ساعات بعد ما تعرض للانفجار، طبعا نتيجه الضغط العصبي اللي تعرض ليه بعد ما انتهى من تصوير فيلم ميني بار. قالوا ان حالتك الصحيه اكتر اهميه من اي عمل فني. احمد زاهر طبعا شارك جمهوره بصوره بتجمعه مع نضال الشافعي على انستجرام، وقال حبيبي وصاحبي واخويا ابو قلب طيب النجم نضال الشافعي، الف مليون سلام عليك يا اخويا، ربنا يحفظك لمراتك وولادك وجمهورك، حمد الله على سلامتك يا صاحبي ويقومك بالسلامة، صحتك اهم واغلى من مليون فيلم. وايضا منة فضالي كلمت وقالت معروف عن نضال ان هو هادي ومؤدب بزياده، والناس بتستغل ده للاسف اللي حصل لنضال نتيجه زعل وانفعال، وصلوا لعمليه كبيره في القولون علشان الشغلانه اللي احنا فيها مش سهله زي ما كل الناس فاكره. وفضلت بقى تتكلم في شغلانه انهم بيلاقوا ضغوطات كتيره جدا، وقالت ربنا يقومك بالسلامه لزوجتك القمر واولادك، وان زوجته منهاره جدا جدا ووضعها صعب. طبعا اللي احنا شفناه مع نضال الشافعي كله كان بسبب عمل فني، لما يكونوا متفقين على عمل والمخرج والمنتج، ولما يخلصوا العمل يغيروا كلامهم وعايزين يقللوا في الاجر بتاعه، فطبيعي جدا جدا ان هو هيبقى حزين وزعلان، ولكن انفعاله كان شديد قوي قوي. اهم طبعا صحته اهم من اي حاجة. من المقرر يا جماعة ان يخرج الفنان نضال الشافعي من المستشفى بعد لما الاطباء يطمنوا على حالته الصحية خلال الساعات اللي جاية. الفنان نضال الشافعي تصدر كل محركات البحث اول ما اجرى العملية، لانه بطبعه فنان محترم وفنان هادي جدا، ومحدش بيسمع عنه اي مشاكل ولا في الوسط الفني ولا خلافات مع حد، وكمان ادواره كلها محترمة، وفي فترة قصيرة اثبت وجوده في حتى لو عمل مشهد واحد الناس فعلا بيشيدوا بادائه. طبعا الكلام ده كله وزوجته اللي بصراحة كانت منهارة جدا جدا لما اتسألت وقال لها يا ترى هو هيكمل نفس العمل ولا ايه اللي هيحصل، قالت انا في ايه ولا في ايه، انا دلوقتي اهم حاجة بالنسبة لي ان هو يطلع بالسلامة. طبعا المكتب الاعلامي للفنان نضال الشافعي اصدر بيان وقال انه تسبب انفعال الفنان نضال الشافعي عقب انتهائه من يوم تصوير في فيلم ميني بار بسبب عدم تنفيذ المنتج للوعود التي اقر بها له بحدوث انفجار في القولون، تسبب في دخوله المستشفى بشكل عاجل جدا وخضوعه لجراحة عاجلة استلزمت 4 ساعات. طبعا ويذكر ان يا جماعة المنتج اسمه مدحت سعد كان توقف عن استكمال الفيلم من 2018 ولسه راجعين يكملوا الايام دي، ومع ذلك لسه في مشاكل. نتمنى ليه الشفاء العاجل، اكيد صحته اهم من اي عمل فني، ادعوا له ربنا يقومه بالف سلامة. بشكركم جداً.